السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم شارك معكم وجبة عشاء أو غداء لذيذة بالروز والخضر وقطع الدجاج. كيجي من أروع ما يكون. كناخد البرمة كنوضع فيها بصلة كبيرة مقطعة، جوج فصوص من الثوم، زيت الزيتون، ممكن تعوضوه بزيت نباتية أو زبدة. كنشحر هاد المكونات هي الأولى. من بعد كيكون عندي إما قطع ديال صدر الدجاج أو قطع ديال اللحم او اي قطع انتم كتفضلوها من الدجاج، سواء الركاب ولا الفخيدات ولا اللي كان. استعملت انا قطع ديال صدر الدجاج. غادي نشحرهم مع البصله والثومه، نخليهم كيتقلاو شويه، عاد غادي نضيف باقي المكونات. الطريقه جد سهله وكيتحضر في وقت اللي سريع بزاف. كنضيف الابزار اللي كيبقى بحسب الذوق حسب الكميه اللي مستعملين، تحميره، سكينجبير، الخرقوم عود، وثلاث حبات من الهيل. وكنشحر المكونات كلها جيدا حتى كتنسجم العناصر مع بعضها. الملحه بحسب الذوق. كنحرك كل شيء مزيان. الطريقه راها سهله كما كتلاحظوا. ممكن ديروا هاد الطريقه يعني في طنجره ديال الضغط الا ما بغيتوش ديروا البرمه، ولكن هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. كناخذ ثلاث حبات من الطماطم اللي هي مطيشه، محيده لها الزريعه ومحكوكه او كتصفيوها. كنضيفها على المكونات الاولى، نحرك كل شيء مزيان. كيكون عندي خيزو اللي هو الجزر، استعملت ثلاث حبات من الجزر مقشر مقطع قطع صغيره، نص زلافه ديال جلبانه مغسوله مزيان حتى كنضيفها على المكونات. كنخلط كل شيء مزيان. هنا كنضيف الماء الكافي فاش غطيب هاد المكونات، غير الماء، ما تكثروش الماء، ما خصوش يكون كميه كثيره نهائيا، غير اللي غادي يغطي لنا هذاك العناصر اللي عندنا. كنضيف واحد المزيوه ديال الفلفله حاره. بعد ما كنتاكد ان المكونات بدات كطيب، كنضيف المعدنوس والقزبر اللي مغسولين ومقطعين. وجانبا كيكون عندي الروز مسلوق نصف سلقه، الكميه حسب الرغبه ديالكم. استعملت روز ابيض سيغالا، سلقته نصف سلقه مع شويه الملحه. كنصفيه ونخليه حتى ينشف من الماء. كنديرو في الكسكاس كما لاحظتوا كل حبه مع اختها. كناخذ ملعقه كبيره ديال الزبده، كنقسمها على قسمين وكنديرها مع الرز ونخليه كيتبخر كيكمل الطياب ديالو، وديك المريقه كتغمر وكتوقف، يعني ما تكونش خفيفه بزاف. هالروز كما كتلاحظوا كل حبه بوحدها ما كيتعجنش نهائيا، غير خضور الروز اللي يكون نوعيه جيده، ما يكونش داك الصغير المكركب. كنوضعو في الصحن ديال التقديم، كنقدمو بحال الشكل ديال الكسكسو. غير هاد الروز ما تسقيوش بزاف، ما يكونش المرق كتير كما كتلاحظوا، مريقه اللي كتكون واقفه. كنحط المكونات كلها، الخضر مع قطع الدجاج، وكنقدموه بصحه وراحه. طريقه سهله وسريعه، جربوه غادي يعجبكم باذن الله. وما تنساوش تخليو ليا تعاليق كثيره وشنو هما الوصفات اللي تبغيو نشارك معكم، واش وصفات العشاء ولا الكوتي، اي اقتراح خليوه ليا في التعليق. شكرا لكم على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليت لكم الراحه، في امان الله.